كيف نفهم يعني أن حمدوك يتحدث عن انقلاب عسكري كما وصفه في يعني مقابلة سابقة، وفي نفس الوقت الآن هو بيقول الاتفاق ده أتاح أننا نحدد موعد وتاريخ للانتخابات ونمشي فعلا لتحول ديمقراطي؟ هل يعرف عن الانقلابات أنها توصل لا إلى يعرف، الانتخابات؟ لا 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 طبعا يعرف عن حمدوك انه دي قدرته في التعبير ودي قدرته في الاستيعاب، ده افقه يعني تعبيره عن انه والله اللي حصل ده انقلاب. اول شيء هو ادانه له، قلت طيب انت جاي رئيس وزراء الانقلاب ما قال بيزيدوا عشان يحافظ على ما يستطيع أن يحافظ عليه. ما خلاص، ما هو اي انقلاب بيجي بيقول والله البلد ماشيه وحيحصل، نحن عشان كده حنستلم السلطه، دي تبريره الانقلاب اصلا. اذا انت طيب اذا انت قلت ده انقلاب، انت رئيس وزراء الانقلاب، بعد ثاني اي تفسير ثاني تقوله انه انت رئيس وزراء الانقلاب، لكن اي جاب اتفاق سياسي، وهو أخرج الانقلاب من يبقى حالة انقلاب إلى ما حالة في اتفاق انقلاب بيجي سياسي. باتفاق، يا ما في انقلاب بيعمل النتائج دي، ما في انقلاب بيعمل النتائج، ما في انقلاب بيجيب مشروع بتاع تحول كامل يبدأ من يوم كده وينتهي يوم كده. دي كده الفترة الانتقالية، دي كده بتسمى فترة انتقالية. لما يطلع مشروع سياسي يقول والله من يوم 25 أكتوبر نحن هنعمل 1 2 3 4 والمسألة دي حدها يوم 23 يونيو هنعمل الانتخابات، كده خلاص ده انت اتكلمت عن انك انت دي فترة انتقالية، حددت سقفها وحددت مشروعها وحددت محطاتها. تاني انت كرئيس وزراء طالع تقول ده انقلاب على اي اساس يعني؟ انت بعد، وعشان كده انا بقول لك ده الافق بتاعها، مره يقول ده تصحيح مسار ومره ده مره يقول انقلاب. ليه؟ لانه حمدوك بيعاين في زاويتين مختلفات، بيعاين في زاويه دار يرضي يحسن صورته في اليسار يقول والله ده انقلاب وانا كنت ضحيه للانقلاب، وفي الزاويه الثانيه دار يدافع عن المشروع السياسي اللي هو وقعه. نعم. وطبعا اي سياسي، ولانه بس حمدوك ما سياسي، اي سياسي بيحاول بيمشي بالطريقه في النهايه بيقع بيسقط. عشان كده الرجل ده ما المفروض يتكلم كثير في الفتره الجايه، ما ممكن انت تدير روحك تقول ده انقلاب وثاني انت موقع على مشروع سياسي وعلى اتفاق سياسي. نعم. فانت اخذ واحد من الاتجاهين، يا امشي في اتجاه والله ده انقلاب وانا قاومت وجيت راجع بعد ذاك الناس يشوفوا انت يسقطوا الدعاويك دي كيف، او قول والله يا اخي ده كان مشروع بتاع تصحيح للمسار والان انا جزء من تصحيح المسار ده وانا وقعت الاتفاق ده لانه بيفضي لتوقيع لتحقيق التحول الديمقراطي. ما تعاين لكتلتين دار ترضيهم، ما بتقدر ترضي الكتلتين، ما بتقدر ترضي الكتله الثايره عنك او الغضبان عنك تقول لهم ده انقلاب عشان يرضوا عنك او حتى تحسن صورتك معاهم. خدت القصه دي ورا ظهرك على حمدوك من الليله بعد الاغاءات والعمله دي وافالاته القاله دي من الليله. ينسى انه في حاجه اسمها قحط كانت مربوطه به او معقداه، لانه العسكريين هم اللي نظفوا له الميدان، هم اللي ازاحوا له الاثقال بتاعت قحط، هم اللي ازاحوا له خلافات قحط، هم اللي ازاحوا له الجانب السلبي اللي كان بتنتجه قحط. الان ابدا اشتغل، ما ترجع ثاني للقصه دي.